بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه آية عظيمة تتضمن ثلاث جمل متتابعة. الأولى قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك هو عبادة غيره معه، هو عبادة غيره معه كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء والاستغاثة بالأموات غير ذلك من أنواع العبادة، لأن العبادة حق لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنزل كتبه وأرسل رسله بالدعوة إلى توحيده وعبادته والنهي عن الشرك به. فالتوحيد هو أعظم واجب على الخلق، وهو أول الواجبات، والشرك هو أعظم ما نهى الله عنه، وهو أول المحرمات. والشرك ضد التوحيد، والله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء كان. وقال سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأعظم ذنب عصي الله جل وعلا به هو الشرك، لأنه خلاف ما خلق الله الخلق من أجله، لأنه مساواة لغير الله بالله، وصرف لحق الله إلى غيره ممن لا يستحقه. ولذلك سماه ظلما، فقال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وظلم أعظم الظلم. ولعظم الشرك وخطورته وقبحه، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أنه لا يغفره، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، مع أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم تواب رحيم، إلا أن ذلك لا يتناول المشرك لعظيم جرمه وشدة ما ارتكب من الذنب العظيم. ثم قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك من الذنوب، ما دون الشرك من الذنوب الكبائر والصغائر، لمن يشاء. إذا شاء سبحانه غفرها، وإن شاء عذب أصحابها، إلا أنه لا يخلدهم في النار، فمآلهم إلى الجنة لأنهم من أهل التوحيد. فأصحاب الكبائر تحت المشيئة، الكبائر التي دون الشرك هم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم ولم يعذبهم، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم،
ثم يخرجون من النار إلى الجنة بما معهم من التوحيد. وهذه بشارة عظيمة للمسلمين في أن الله وعد بالمغفرة لجميع الذنوب ما دون الشرك، كما قال سبحانه: إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما الشرك فإن الله لا يغفره إلا بالتوبة، إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، والكافر إذا تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما من مات على الشرك الأكبر ولم يتب منه فإن الله لا يغفر له ولا يدخل الجنة، وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ثم ختم الآية بالجملة الثالثة، وهي قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا من باب تقبيح الشرك وبيان ضرره، وأنه إثم عظيم وافتراء، والافتراء هو الكذب، لأن المشرك كذاب، حيث إنه عبد غير الله، والله خلقه لعبادته، وزعم أنه بهذا زعم أنه بهذا يعمل العبادة وأنها تنفعه عند الله عز وجل، لأن غالب المشركين يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، ويقولون إن هؤلاء يقربوننا إلى الله زلفى، وقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا لا يرضى بهذا الشرك، ولا يشفع أحد عنده في المشركين، ولا يقبل الشفاعة فيهم. فهذا من الكذب على الله سبحانه في قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله لا يقبل الشفاعة في المشرك، كما قال سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال جل وعلا في الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالمشرك كذاب، افترى على الله الكذب، وقال على الله بلا علم. والقول على الله بلا علم يدخل فيه الشرك، لأنه قول لم يأذن به الله عز وجل ولم يشرعه لعباده. كل الرسل جاءوا بالنهي عنه والتحذير منه، فالذي يشرك ويظن أنه على حق قد افترى على الله إثما عظيما، لأن الشرك إثمه عظيم، لأنه صاحبه يخلد في النار، وأيضا صاحبه يباح دمه وماله، وأيضا صاحبه لا يغفر له إذا مات على الشرك. فهذا هو الإثم العظيم. الشرك تجتمع فيه هذه الآثام وهذه العقوبات، نسأل الله العافية والسلامة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.